الإمارات تتبنى الدبلوماسية كمسار وحيد لحل الأزمة مع قطر. مدينة الطبقة السورية كما لم نرها من قبل، جثث لمقاتلي داعش وأنفاق تحت الأرض. وأكثر من بليون طفل حول العالم يعانون من العنف. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من الشأن الخليجي. إذ قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش إن أي حل سياسي مع قطر يجب أن يتضمن إجراءات رقابية وضامنة. وأوضح قرقاش أن الغرب بات مدركا أن الكثير من الأموال القطرية تنفق على أشخاص ومنظمات إرهابية، مؤكدا أن البيت الأبيض لديه موقف حاسم بشأن ضرورة وقف قطر لدعمها وتمويلها للإرهاب. هذا وأكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن الدبلوماسية هي المسار الوحيد الذي تتبناه الدولة لحل الأزمة مع قطر، وأنها لا تنوي التصعيد بما يتجاوز الإجراءات السيادية ويصل إلى مستوى القانون الدولي. وأضاف قرقاش أن الضغط الممارس على الدوحة يؤتي بنتائج إيجابية. الدبلوماسية هي طريقنا الوحيد لحل الأزمة. قلنا سابقا أننا لن نصعد إجراءاتنا إلى ما هو أبعد مما نعتبره تدابير السياسة الممنوحة لنا بموجب القانون الدولي. ثانيا، نريد حلا إقليميا بمراقبة دولية. نحن نرى الآن مؤشرات على أن الضغط الذي نمارسه على قطر يأتي بنتائج. توقيع قطر على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تمويل الإرهاب تطور إيجابي. إلى العراق، حيث حذر المرصد العراقي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة إنسانية قرب قضاء الشرقاط شمال صلاح الدين تهدد بموت 20,000 مدني بسبب حصار خانق يفرضه أفراد داعش على المدنيين، بالإضافة إلى حملات الخطف والتعذيب. واستغل التنظيم الضعف الأمني في تلك المناطق وهروب المدنيين من مخيمات اللجوء في مدينة الموصل إلى مناطق بيجي وتكريت بسبب نقص الأغذية وسوء المعاملة، فأوقعهم تحت احتلاله. كشف قيادي أسير من داعش لدى القوة الأمنية العراقية عن ما دار بين قادة التنظيم في الأيام الأخيرة قبل تحرير الجيش العراقي لمدينة الموصل بالكامل. وقال عادل الملقب أبو محمد إسناد، قال إن قادة داعش كانوا يعتقدون أن القوات العراقية لن تتمكن من تحرير الموصل وأصدروا فتاوى بذلك، غير أن كثيرا منهم ولا سيما الأجانب هربوا من المدينة مع انطلاق عمليات التحرير في منتصف شهر تشرين الأول من العام الماضي. مراسلنا وسام يوسف والتفاصيل. وفق المعلومات التي أدلى بها مقاتل لدى داعش يدعى أبو محمد إسناد للقوات العراقية، فإنه كان من أكثر مقاتلي التنظيم الذين شاركوا في المعارك أمام الجيش العراقي، حيث خاض بناء على اعترافاته جميع المعارك منذ معركة سد الموصل الذي حررته قوات البيشمركة حتى عمليات تحرير المدينة القديمة. عادل أحمد حسن 1989 دخلت المعارك محاور البيشمركة، تحديدا أول معركة دخلتها هي معركة السد. صار الهجوم على السد، كان السد بيد تنظيم الدولة وصار الهجوم والبيشمركة أخذوا السد. هذا أول معركة دخلت بيه. بعدها ما صار معارك، يعني ظلينا فترة طويلة. كنت التحقت بوانا والتحقت في الفيل، وكان بهذاك الفترة يعني ماكو أي معارك. وبالخازر دخلت معارك بالخازر؟ ما كان اكو معارك إلى ما صارت المعارك مع القوير. أي بعملية الموصل همينة كنت عدد هاون، شاركت بمعارك وتقريبا كنت متواجد
سهل نينوى. عادل أو ما يسمى محمد إسناد يقول إنه كان أحد أهم مقاتلي داعش وأمهرهم في استخدام سلاح الهاون، وكان يقود كتيبة تابعة إلى قوات ما تسمى خالد بن الوليد لدى داعش، وأصيب مرات عدة في المعارك مع الجيش العراقي. شاركت بمعارك بجبل مكحول وجزيرة الصينية، وشاركت بمعارك بجزيرة تكريت، وشاركت بمعارك ببيجي مصابية. بعدما أيقن عادل الملقب أبو محمد إسناد أن داعش قد خسر الموصل، أحد أهم معاقله حاول ترك القتال وقرر التخفي بين المدنيين، حيث ادعى لإحدى العائلات بأنه مدني مصاب وفقد عائلته فقدمت له العلاج، ثم حاول الخروج معها لكن القوات الأمنية تعرفت عليه واعتقلته على الفور. ما يعني رأت لا أهلي موجودين ولا يعني تاهت الوضعية علي، فأكو ناس ساعدوني حالة إنسانية ما كانوا يعرفون بي، فاحتضنوني وداروني وفاتوا القوات الأمنية وطلعت، فما أعرف إيش أسوي، فطلعت وشكوا بي القوات الأمنية ومسكوني. عادل الملقب أبو محمد إسناد كشف أيضا لأخبار الآن بأن أمراء داعش أطلقوا فتاوي نصت حينها على أن الجيش العراقي لا يمكن أن يحرر الموصل، لكن ما أن بدأت عمليات التحرير حتى اختفى قادة داعش تاركين مقاتلي هذا التنظيم الإرهابي يواجهون مصيرهم الذي لاقوه أخيرا على يد القوات العراقية. أحييكم من جديد. الطبقة التي لم يمضي وقت طويل على تحريرها لم تنفض بعد غبار الإرهاب عنها. موفدتنا جنا موسى كانت لها جولة داخل مدينة الطبقة السورية، نتابع. لم تتحرر مدينة الطبقة على يد قوات سوريا الديمقراطية والتي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمادها بسهولة من قبضة داعش، وكل شيء في المدينة لازال يذكر بحكم صارم فرضه التنظيم على السكان. أحياء المدينة مدمرة، شعارات التنظيم على الجدران، جثث مقاتلي داعش بين الأنقاض. في هذه الغرفة الموجودة في مقر الأمنيين 4 جثث لمقاتلي داعش قتلوا في أثناء القصف، وفي غرفة أخرى جثة أخرى تنشر رائحة الموت في المكان. في إحدى المقرات ترك مقاتلو داعش عدة الذبح المؤلفة من السيف والساطور المستخدمين في قطع الأيادي والرؤوس. يقوم أحد السوريين الذي لا يريد الكلام على الكاميرا بسبب الخوف بشرح كيف تتم عملية قطع الرأس. نتنقل بين الألغام التي تركوها خلفهم وفي الأنفاق التي أنشأوها تحت المدينة للاحتماء من القصف الأمريكي. بعض هذه الأنفاق واسع بما فيه الكفاية لنقل السلاح والسيارات، والبعض الآخر أصغر حجما. مقاتلو داعش كانوا يختبئون هنا للاحتماء من طائرات التحالف. في المجلس المدني الذي أنشئ بعد تحرير المدينة تخبرنا الرئيسة المشتركة عن أهم التحديات التي تواجههم. بس انه نحن كآليات ما في عنا، يعني صار شهرين متطوعين، ناس الشعب متطوع مع المجلس المدني بتنظيف البلد، المشافي متدمرة خالصا، يعني ما فيه معدات، ما فيه كل شيء متضرر، يعني عم نواجه مشاكل كثيرة من قبل المرضانين، من قبل الأوساخ المتراكمة بالبلد، من قبل المساعدات إنسانية، يعني بدنا من الأمم المتحدة توقف أمام مسؤولياتها. عدد المقاتلين الأجانب في مدينة الطبقة كان ضخما لدرجة أن الإرشادات العامة في الطرقات كانت تنشر أيضا بلغات أجنبية. تشتهر مدينة الطبقة الاستراتيجية بسد الفرات وبجمال طبيعتها، ما جعلها تجذب مقاتلين من آسيا الوسطى وروسيا والشيشان. عائشة أوزبكي 6 سنوات، مسلمة أوزبكي 10 سنوات، خديجة أوزبكي
أسماء طاجيكي أتوا من أنحاء العالم واستقروا في منازل السوريين الذين هربوا من المدينة خوفا على حياتهم. هذا منزل أحد المقاتلين الأجانب، شعاراتهم موجودة وحسابات السكايب وبريدهم الإلكتروني مدون على الجدران لمن يود التواصل. تستقبل مدينة الطبقة العديد من النازحين من محافظة الرقة. ذكريات الرقة الصعبة لا تفارقهم. هذه العائلة استقرت في مقر الحسبة التابع لداعش. مو بس مزعوج، مقهور، عرفت علي؟ هني أهلي 4 سنين ما شفتهم، عرفت علي؟ وقصم العالم وذبحهم الولد صغار ونهبهم الدنيا وما لي سأل، واطلع مو على التلفزيون، اطلع على رئيس الجمهورية وما لي سأل على حدا، عرفت علي؟ لأنه كله قهر بقهر، ويجيبون العالم يقصونهم جدامنا والروس جدامنا تلعب، عرفت علي؟ وطلعنا من الموت، طلعنا نسواننا شردت، تيجي يضرب المرأة بنص الشارع ما تقدرين تحكين، أكبر رئيس عشيرة عرفت علي بالرقة ما يقدر، المرأة تنشال قدامه وما يقدر يحكي ولا كلمة مشان الحسبة وغير الحسبة. خارج المدينة أنشأ داعش مخيما عسكريا يحمل اسم عبد الله عزام، أحد مؤسسي تنظيم القاعدة. هنا درب داعش مقاتليه الكبار وما يعرف أيضا بأشبال الخلافة. أنشأوا مدرسة أسامة بن لادن بالقرب من السد الذي خربوه عمدا قبل الانسحاب منه. يحاول العمال السوريين تصليح السد اليوم لإنتاج الكهرباء وإعادة الأنوار للطبقة. والحمد لله، يعني حالياً نحن جاهزين خلال الأسبوع الجاي بالاختبارات، ومتى ما تمت الاختبارات ممكن إقلاع المجموعة والحصول على التغذية المحلية للسد. في حال حصلنا على التغذية المحلية للسد إن شاء الله ننتقل لمرحلة ثانية وهي تأمين ربط المجموعة مع الشبكة. هنا بدنا نطلب وقتها تجهيزات، نتمنى انه حدا يساعدنا بهالموضوع، يعني بدنا تجهيزات حديثه لانه عمليه الربط صعبه باعتبار محترق عندنا كل كابلات التحكم والقدره الموجوده بالسد. يعني ورغم التحديات الكبيره في الطبقه الا ان الحياه ستعود يوما، ومياه النهر لن تكف عن الجريان. جنان موسى، اخبار الان من مدينه الطبقه سوريا. تتابع نورا الخضر السبية السابقة لدى داعش سرد قصتها لأخبار الآن وتكشف تفاصيل لم تذكر من قبل. فبعد أن باعها أبو سعد الجزراوي إلى أبي تاج، ذهبت إلى ريف حماة لتكون شاهدة على ارتكاب مجزرة في قرية جروح. أبو سعد تجاربو زارت فروت جدة وداك وان جدة فروت أسفروت ما أبو تاج ب4000 دولار. أبو سعد الجزراوي كان تاجر سبايا يبيع الأطفال والأمهات. باعني لأبي تاج ب4000 دولار، وأبو تاج باعني لأبي عمير ب4500 دولار. وقبل أن يبيعني لأبي تاج طلب مني السماح مرة أخرى، فقلت له لن أسامحك أبدا، فعاقبني وأخذ ابنتي ذات 7 أعوام وباعها، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لم أرها. بقيت عند أبي تاج 2 شهر بالطبقة، بعدها اصطحبني إلى ريف حماة الشرقي وأمضيت هناك نحو 2 شهر، فقام ببيعي لشخص داعشي من إدلب يدعى أبا عمير، وبعد 2 يوم قتل أبو عمير بقصف طائرات التحالف. في ريف حماة الشرقي كنت شاهدة على مجزرة بشعة، لقد هجم عناصر التنظيم على قرية جروح بريف حماة الشرقي وذبحوا أكثر من 180 رجل وامرأة وأخذوا الأطفال. لقد رأيت أطفالا لا أمهات ولا آباء لهم، وهذه المجزرة أعادت لذاكرتي حادثة اقتحام داعش ل3 قرى في منطقتنا بالعراق، لقد أحرقوا رجالا ونساء من الأزيديين. وفي عقربات بريف حماة كان لنا جار اسمه أبو عبد الله، كان يزعم أنه مجاهد في سبيل الله، لكن عندما اقتربت المعارك وطلبوه للقتال خاف وذهب للحلاق وقص شعره وذقنه وباع بيته وممتلكاته وهرب إلى تركيا عن طريق المهربين بصحبة أسرته. لقد كان العشرات من العناصر والأمراء يهربون مؤخرا مع عائلاتهم، وقبل أن أخرج من حماة بشهر هرب صديق أبي عمير ومعه أسرته. كنت أقول لهم لماذا تهربون وتتركوننا، دعونا نذهب إلى ديارنا. كانوا يقولون لا، أنتم كفار وستذهبون إلى مناطق الكفار.
مجمد قوتا ومجو باتش ما هون بازدن ماجي خلاص كن تقول نا هون شنا با كافر مجو بقوده كافر مين هون نتي ام نا كافر بس هون بجن هون كافر. أعلنت الأمم المتحدة أمس تسجيل عدد قياسي من الضحايا المدنيين في أفغانستان. نتابع. قتل 1662 شخصا بينما جرح 3581 شخصا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. 40% منهم قتلوا في تفجيرات، من بينهم واحد من أصل خمسة في العاصمة كابول. في الأشهر الستة الأولى من عام 2017 أوقعت الاعتداءات الانتحارية والهجمات المركبة التي تشمل تفجيرات بسيارات مفخخة قبل هجوم لمجموعة مسلحة أوقعت 259 قتيلا من المدنيين، بينما أصيب 892 شخصا بجروح في زيادة مقدارها 15% عن عام 2016. عدد كبير من هؤلاء الضحايا كان نتيجة الهجوم بشاحنة مفخخة في الحي الدبلوماسي في كابول في 31 من أيار مايو، والذي أوقع 92 قتيلا بحسب الأمم المتحدة. وبلغ عدد الضحايا من النساء 174 امرأة بزيادة قدرها 23%، ومن الأطفال 436 قتيلا بزيادة 9% في عدد متزايد نتيجة الألغام الأرضية والغارات الجوية التي تستهدف مواقع المسلحين من جماعة طالبان وتنظيم داعش. تزداد يوما بعد يوم الشواهد والأدلة والقناعات الرسمية والشعبية لدى المواطن الأفغاني بتورط وتدخل الجانب الإيراني في دعم طالبان وتزويده بالعتاد والأسلحة النوعية، وهي مستمرة حتى وقتنا الحالي خدمة لمصالحها. بدون شک دقیق است که اگر در طول سالیان گذشته که مردم افغانستان در آتش جنگ، الشعب الافغاني يعاني منذ سنوات طويله حربا داخليه سببتها عوامل كثيره، ومن اهم هذه العوامل التدخل الاجنبي. ايران لها دور كبير في هذا التدخل. هناك معلومات كثيره واعلاميه ايضا بشان التدخل الايراني في الشؤون الافغانيه ودعمهم لطالبان. وانطلاقا من مبدأ أن العدو والعدو صديق، تحاول طهران استغلال طالبان لضرب أعداء آخرين مثل أمريكا. فقد تم العثور على شواهد في ولاية هرات الأفغانية مثلا تدل بشكل قاطع لدعم طهران لطالبان، لأن أسلحة وعتادا حربيا كبيرا صار بحوزة القوات الأفغانية الحكومية أثبتت أن إيران هي مصدر هذا العتاد، وأن طهران أرادت بإرسال هذا العتاد إلى أفغانستان دعم طالبان. نیروهای امنیتی آمده دو همو علایم و نشانی خصوصا ایران و پاکستان افغانستان کې د دوی هغه خلک چې د دوی سره تل توسیږي او بیا راځي په افغانستان کې جنگیږي په دې کې خپل کار لري. ان الحرب الافغانيه اكبر بكثير من الحجم الافغاني، وهي حرب بالوكاله وتخوضها دول اخرى من اجل مصالحها. مجموعه الملا محمد رسول المنفصله عن طالبان قبضت في ولايه هرات الافغانيه على كميات كبيره من الاسلحه الايرانيه التي كانت تذهب إلى جماعة طالبان، وأسلحة أخرى كثيرة بيد عناصر طالبان هي أسلحة إيرانية الصنع، مما يدل على دعم عسكري إيراني لطالبان. وللأسف الشديد الحكومة الأفغانية لا تصرح بهذه الحقيقة ولا تتخذ موقفا صريحا تجاه دعم طهران لطالبان. توغندی او نور هغه لیزری سلاوی چې خلاف باندې نه استعمالیږي، نه بل افغانستان نه په کوم مملکت باندې حمله کیږي، نه بل افغانستان. ان تدخل الجيران في الشؤون الافغانيه ليس امرا جديدا، بل هي ظاهره تمتد لعقود. فعلى الحكومه الافغانيه ان تنتهج خطه شامله لردع اي تدخل اجنبي. نحن وهذه الدول الجارة نواجه تهديدا إرهابيا مشتركا، وحكومتنا يجب أن تقنع الدول الجارة بأن أراضينا لن تستخدم ضد أي دولة. لسنا بصدد إصدار الإرهاب أو الهجوم على أي دولة، هذا ينبغي أن يكون واضحا لجميع الدول الجارة لنا. لكننا عندما نواجه تحديا أجنبيا صريحا يجب أن نتصدى له بطريقة دبلوماسية مناسبة، وإذا تطلب الأمر أكثر من ذلك فعلى الحكومة أن تتخذ موقفا صارما وأن لا تترك المصالح العليا الوطنية عرضة لأي تدخل أجنبي. افغانستان دي ملي منافع سره په ټکر کې وي، باید هغوی ته ځواب ورکړل شي. جنگ موږ سره په کې به هدف ملکیږو، به هدف افغانان قرباني ورکړي کچرته په دې شرایطو کې. الحرب في افغانستان حرب استخبارية إقليمية،
وتشكل المنافسات الإقليمية الوقود الأساسي لهذه الحرب. نحن لا يمكن أن نخرج من هذه الدوامة إلا بسياسة حكيمة. التدخل الأجنبي ودعم دول جارة لطالبان يحدث منذ فترة طويلة. إيران وباكستان وحتى روسيا تدعم طالبان، فجماعة طالبان ما كان لها أن تحارب الناتو وأمريكا طيلة هذه السنوات من دون دعم أجنبي عسكري لها. أحييكم من جديد. أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة الأردني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف حملة للتوعية بآثار العنف على تطور ونمو الأطفال. سواء كان العنف لفظيا أو جسديا فإن آثاره تبقى ملتصقة بالطفل مدى حياته، وكثيرة تلك الدراسات التي أثبتت أن الأثر الأعمق الذي قد يخلفه في الطفل هو ذلك العنف الذي سينمو معه ليشكل شخصيته التي قد تجنح إلى عنف متطرف أو إلى عزلة وانطواء. لهذا كانت الحملة التي أطلقها المجلس الوطني لشؤون الأسرة الأردني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف للتوعية بآثار العنف على تطور ونمو الأطفال. وتهدف الحملة التي تأتي تحت شعار علم لا تعلم وتستمر 12 أسبوعاً إلى التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتغيير الفكر الذي يقبل العنف ضد الأطفال، وتخصيص جزء توعوي يتعلق بأساليب الوالدين الإيجابية وبدائل العقاب. كما تأتي الحملة كجزء من نهج شامل متعدد الأوجه والقطاعات لرفع مستوى الوعي ودعم تطوير السياسات لحماية الأطفال من العنف وتغيير السلوك والاتجاهات للقضاء على الممارسات التي تسيء للأطفال في أي مكان، سواء كان ذلك البيت أو المدرسة أو الحي. ويعاني العالم العربي بشكل عام من شحل في المعلومات المتعلقة بالعنف الموجه ضد الأطفال وطبيعته وسط تزايد حالات العنف الصادمة التي يتعرض لها الأطفال، إلا أنه في أحد تقارير اليونيسف كشف تحليل إحصائي للعنف ضد الأطفال أجرته المنظمة في عام 2014 أن أكثر من 1 بليون طفل في مختلف أنحاء العالم مما بين سن 2 و14 سنة يعانون من العقوبة الجسدية، كما أن 1 من كل 4 فتيات مما بين سن 15 عاماً و19 عاماً يتعرضن للعنف الجسدي. وهناك الكثير من النتائج والتبعات لهذا العنف، وقد يكون من الصعب علاجه حيث يؤثر سلباً على نمو الأطفال في كافة المجالات سواء كان جسدياً أو نفسياً أو اجتماعياً. نتحول وإياكم مشاهدينا إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي عنونت بين صفحاتها نجاة شاب صدمته سيارة أثناء مشاهدته تلفاز في المنزل. نقل شاب إلى مستشفى في مدينة بريطانية بعدما صدمته سيارة أثناء مشاهدته للتلفاز في غرفة المعيشة بمنزل شقيقته. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن السيارة اصطدمت بجدار المنزل وحطمته، وهو ما تسبب في إصابة الشاب. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الإمارات اليوم ديسباسيتو، أغنية أنقذت دولة من الإفلاس. أنقذت أغنية ديسباسيتو دولة بورتريكو من الإفلاس، وأسهمت في انتعاش قطاع السياحة في هذه الدولة التي أعلن حاكمها إفلاس البلاد من أجل إعادة هيكلة الديون البالغة 70 مليار دولار. إلا أن هذا الوضع بدأ بالتغير بعدما حققت الأغنية المصورة بأحد مناطقها نجاحا منقطع النظير في فترة محدودة، إذ تجاوز عدد مشاهدي الأغنية على موقع يوتيوب أكثر من 2 ملياري مشاهدة. وإلى صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين نطالع منها سعرها 20,000 دولار، تعرف على الشطيرة الأغلى في العالم. أطلقت الشركة الأمريكية الرائدة في الوجبات السريعة دجاج كنتاكي شطيرة مقابل مبلغ مالي كبير، إذ يصل سعرها إلى 20,000 دولار. الشطيرة الجديدة ليست للأكل، والسر وراء سعرها المرتفع هو أنها مصنوعة من صخور نيزك تم جلبها من الفضاء وتشكيلها على هيئة الشطيرة الشهيرة لكنتاكي. صحيفة النهار اللبنانية مشاهدينا جاء فيها أنجبت طفلة في سن 60 فكان جزاؤها الهجر.
لم تكتمل فرحة الزوجة التي تبلغ من العمر 60 عاما بمولودها الذي انتظرته لأكثر من 20 عام، إذ سرعان ما باشر زوجها بإجراءات الطلاق بسبب عدم تحمله بكاء الرضيع المستمر طوال الليل. وختام مشاهدينا من صحيفة القبس الكويتية والكرم، يزيد الإحساس بالسعادة. قالت نتائج بحث سويسري جديد إن سلوك العطاء والكرم ينشط منطقة بالدماغ ترتبط بالإحساس بالرضا والمكافأة. وبحسب نتائج الأبحاث فإن العطاء لا يقتصر على المال فقط، وإنما يشمل الوقت والجهد والاهتمام. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا قالت إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية إنها رفعت حظرا على حمل الركاب لأجهزة كمبيوتر محمولة على متن طائرات الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى الولايات المتحدة، والتي كانت آخر شركة طيران تخضع لتلك القيود. وفرض المسؤولون الأمريكيون هذا الحظر في شهر مارس آذار الماضي على 9 شركات طيران. شهدت القارة القطبية الجنوبية أول حفل زواج يقام على أراضيها بين عاملين ضمن المشروع البريطاني لمراقبة القطب الجليدي. وتزوج العاملان الميدانيان في درجة حرارة تحت الصفر باحتفال مدته يومان. وقبل ختام النشرة مشاهدينا، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. الإمارات تتبنى الدبلوماسية كمسار وحيد لحل الأزمة مع قطر. مدينة الطبقة السورية كما لم نرها من قبل، جثث لمقاتلي داعش وأنفاق تحت الأرض. وأكثر من مليون طفل حول العالم يعانون من العنف. بهذا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. إذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى الختام، أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء وفي تمام الثانية ظهرا بتوقيت السعودية في نشرة الظهيرة المفصلة.